يوميا كنديرهم في الماء بزاف، كنحضروا بهم الاكل، كنضفوا بهم يعني كل الاشياء اللي تحتاج التنظيف. هي يعني كتكون عرضة أكثر للتجاعيد المبكرة إذا كانت هناك قلة العناية. شفنا البارح بأن الترطيب اليومي والمواظبة على هذا الترطيب يعني يوميا، وبعد ما نغسلوا يدينا ولا نستعملوا أن يفزقوا يدينا بالماء بشكل آمن من الأشكال، خصنا ضروري الترطيب. غنواصلوا مع السيدة ملكة مناصف العناية بالأيدي اللي هي موضوع هذا الأسبوع. السيدة ملكة مناصف خبيرة تجميل بمدينة الرباط، أهلا وسهلا، صباح الخير ملكة. صباح الخير، أصبحتي لاباس عليك؟ شكرا، بارك الله فيك، صباح الخير للجميع. نعم. وعدتينا بكريم ديال النهار وكريم ديال الليل ملكة الأيدي، وعدتينا بمجموعة النصائح باش نعتنيو بهم ويبقاو بشكل جميل وجيد. تماما، خاص كما قلت للسيدات قبل النوم وخلال اليوم، فين ما نغسلوا يدينا ندهنوهم. الوصفات اللي غادي نعطي سهلين، ووصفات اللي تيمكن السيدة ما تتلفوهاش كتير، ولكن تبقى دائما عندها كريمة لديها، ما تحتاجش حتى تخرج حتى تشري وداك الشي غالي، وهذا هادو طبيعيين وتنفعوا بزاف. مثلا نعطيو الاولى ضد داك التكماش ديال اليدين ونشوفية. تناخذ واحد لا لوسيون، تنعمل قرعه ديال الزاج وتنخلطوا فيها، فات عطيت هاد الوصفه، تنخلطوا فيها نص ديال الجليسرين، تناخذها في الصيدليه سميت الجليسرين، ونص ديال ماء الورد ماء الورد فقط. كنخلطوها قبل ما نستعملوها، كتتحرك كتولي تمتزج كتخلط مزيان. كناخذو شي شويه تندهنو به يدينا، كنبقاو تنديرو بحال ماساج، تندهنو حتى تتشرب هذيك الكريم. كاين حاجه اخرى، كاين اليدين اللي حرش باش يرطبو وتحيد لهم ديك الحروشيه. تناخذو عصير حامضه يكون مصفي، عصير حامضة، نص كاس ماء الورد، نص كاس ماء الورد، نص كاس ديال الجليسرين دائما، نص كاس جليسرين، تندلكو به اليدين 3 المرات في اليوم، ندهنو به يدينا. وهذا تنحطو في الثلاجة لأن فيه الحامض، هذاك الحامض هو اللي تيخلي القماج تيخلي اليد رطبه، ولكن في نفس الوقت ما كتضرش بالحامض، كتكون فيها هذيك الجليسرين اللي هي مرطبه جدا. بالنسبه للناس اللي ما تيمكنهمش يلقاو الجليسرين، انا ياخذوا وصفه اخرى، تناخذوا 3 المعالق كبار ديال العسل، 3 المعالق كبار ديال العسل، 3 المعالق كبار ديال زيت اللوز او زيت عاديه او زيت اللي بغاو ارغان او اي زيت مزيان مرطبه تتكون. نعم. وثلاثة ديال المعالق ديال الشمع محكوك، 3 المعالق ديال الشمع، تنسخنوا داك الشمع في شويه العافيه ما تكونش مجهده، وتنزيدوا عليه زيت اللوز، وكنزيدوا في الاخر تنخلطوا داك العسل وكنحركوا جيدا. نعم. وكنديروه في قرعه تتولي بحال الكريمه جامده، كنبقاو نهزو منها شويه وكندهنو يدينا كذلك. نزيد الوصفه الرابعه، كاين تندوبو جوج ديال الشمعات صغار، جوج ديال الشمعات صغار صغيور، عندك اصغر شمعات تتباع جوج، تنحكوهم اولا تنديروهم يدوبو هكذاك، وكنحيدو لهم داك الخيط ديالهم، كنزيدو عليهم باش يكونوا تيدوبو، نزيدو عليهم كاس ديال الزيت، زيت الزيتون، كأس ديال زيت الزيتون، تنأكد دائما عافية مهيلة بزاف، تنزيدو عليها عصير نص حامضة تيكون مصفي، خصو يكون مصفي، عصير نص حامضة، وكنخلطوه مزيان إما بالزربة أو بشي أو بخلاط اللي توفر. نعم، اللي توفر عندنا، تنخلطوه مزيان وكنخليوه تيجمد، كذلك كتولي كريمة جامدة بحال الفازلين. كندهنو به يدينا 2 مرات في اليوم او في الليل ملي نجيو نعسو. نعم، يعني هادو
متنوعين هادو وسهلين. متنوعين، كاين اللي ساهلين اللي دغيا دغيا غير تحرك القرعه غير الجليسرين مع ماء الورد، كاين اللي فيها شويه الحامض هذاك باش يرطب اليد بالنسبه للسيدات اللي يدهم ناشفين خصوصا دابا في البرد، تيجي ديك تتمشكو؟ المشك نعم كيتمشكو اليدين تينشفو تيوليو شهب، دوك تيصلح لهم الوصفات اللي فيهم الحامض نعم ترطب وفي نفس الوقت فيهم مرطب يعني فيهم زيت او فيهم جليسرين باش كترطب اليدين. وكما مثلا اكد عاوتاني مره اخرى تيخصنا تيمكن لنا نديرو الفازلين بوحدها وكندهنو بها اليدين ديالنا، راها مزيانه بزاف كتحيد هذاك التقشعر وكتحيد هذاك التكماش اللي تيجي اليدين، وخصنا نعرفوا على ان في البرد فاش كيخسروا اليدين نعم ماشي في الصيف، في البرد خصوصا لان البشره ديال اليد ما فيهاش مسام وما فيهاش مواد دهنيه ماشي بحال البشره ديال الوجه نعم او ديال الجسم فيها تتمشك بزاف. تماما، هذا هو علاش لان ما فيهاش الإدام، نعم فالرياضة خصها نديروها مزيان. غير الأساس هو المواظبة، ومالك عند استعمال داك المواد ديال التنظيف يمكن لي غون ديال البلاستيك إذا كان شي مواد القبعات يعني تكاد أغريسيف يعني مواد اللي هي كتخسر بزاف اليدين من الأحسن اللي قالت نديرو شي نتاع حاجة البلاستيك. واقية نعم اليدين تماما، لأن هذاك جافيل وهاد المواد المجهدة بزاف كتهلك اليدين. نعم وبالنسبة للأظافر كذلك لما ندهنو يدينا تنعملو مساج ماشي غير تندهنو الزربة ونحيدو، تنعملو واحد المساج لليد وكنعملو مساج فوق الظفر كل صباع بوحدو تنديرو له المساج باش كندخلو، لأن هذاك الكريمات راه تيدخلو. ومن الأحسن يحيدو السيدات الصباغة إلا بغاو يديرو شي تخيطمون مزيانة ليديهم وظفرهم تخص الصباغة ما تكونش باش يدخلوا هاد الكريمات تيغذيو حتى الظفر، فاش ملي تجي تبغي هي تصاوب ظفرها تتعطيها واحد تتعطي واحد يعني واحد لسونتي واحد سميتها للظفار كيجيو نعم تطلعوا مزيانين. يعني داك الصباغه تبقى على الاظافر وحنا لا كندهنوا لا راه ما كتوصلش. تتكسل نعم ما كتوصلش لا ما حتى حاجه. تتوصلش هادشي اللي تنديرو، نعم فلهذا من الاحسن ساعه ساعه تحيد الصباغه باش يدخل هاد المواد في الظفر كذلك لانها تتغذي الظفر. نعم شكرا ملكة، غنتلاقاو غدا ان شاء الله ونواصلوا حديثنا.